مهنة الأجداد ستخلص الشباب السوريين من الاحتياج، عادت من جديد لتوفر فرص ستضر الملايين على أصحابها. إنهم يعتبرونها جزءاً من موروثهم الثقافي والتاريخي. تغيرات متلاحقة يشهدها الشمال السوري، لعل آخرها عودة واحدة من أهم المهن التراثية عندهم، فهي لها مكانتها الخاصة ولديها القدرة على توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة. الطلب يتزايد عليها يوما بعد يوم، ليس في الأسواق العربية فقط بل والعالمية أيضا. أعادت عشرات المنشآت الصناعية التي توقفت لزمن طويل إلى العمل. العاملون بها يمضون الساعات الطوال دون توقف، لا يملونها، يدققون في المواصفات والمعايير التي جرى الاتفاق عليها بموجب عقد لا تسمح شروطه باحتمال حدوث خطأ في التصميم والشكل والمقاسات. الصناعة تتطلب مهارة عالية ودقة وإتقان في العمل لاستخراج تحفة فنية، ومع فتح باب تصدير المنتج إلى دول الخليج العربي ودول أوروبية زادت أجورها الضعف ووصلت إلى مستوى حسن من أحوال أصحابها المادية والمعيشية، حيث يصل أجر العامل في تلك المهنة إلى ما يقارب 15 دولارا يوميا. هذا الازدهار لا يمنع وجود مخاطر وصعوبات في العمل، حيث الآلات والمعدات الكهربائية الخطرة المستخدمة فيها، إنها غالبا ما تتسبب بأضرار للعمال، بعضها خطر للغاية، ورغم ذلك لا يمكن الاستغناء عنها. زيادة الطلب عليها من الدول الأوروبية يرتفع يوما تلو الآخر، فهي مطلوبة بكثافة في قبرص واليونان وبلجيكا بل ومصر وتركيا أيضا. المادة الخام للصناعة يجري استخراجها من مقالع خاصة بعد عمليات تنظيف للمكان والإبقاء على كتل ضخمة بطريقة آلية للمحافظة عليها من التصاعدات والتشققات. تنتقل الكتل بعدها إلى المناشر ثم تخضع لعملية أخرى بحسب الطلب عليها سواء كان محليا أو دوليا، حيث يمكن تشكيلها إلى أشكال ورسومات مختلفة حسب الحاجة. نعم، إنهم يصنعون منها قواعد الأعمدة والنوافير. طريقة تصديرها تكون من خلال تغليفها وتعبئتها بصناديق خشبية وتشحن برا عبر شاحنات إلى الدول المستوردة من باب الهوية الحدودي شمال إدلب أو باب الراعي شمال حلب. في الفترة الأخيرة ضاعف العمال من عملهم نتيجة العقود المتلاحقة لتصدير منتجاتها. سعر المنتج يتراوح بين 10 و 20 دولار أمريكي حسب التصميم، ويصل في بعض الأحيان إلى 100 أو 200 دولار أمريكي للتصميمات الخاصة. السلطات في إدلب ومناطق غربي حلب تعلم قيمة الصناعة جيدا وتسهل عمليات الاستيراد والتصدير لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة وتأمين فرص عمل للمواطنين. نعم، عودة صناعة الحجر السوري إلى المشهد سيحسن من الاقتصاد كثيرا، لقد فتح فرص عمل جديدة للسوريين المهرة في أعمال النحت والزخرفة مع ازدهار صناعة الحجر بصورة غير مسبوقة. استمرار الحراك على هذا النهج وبتلك الطريقة كفيل بأن يغير المعادلة في الاقتصاد السوري، ويلعب دورا كبيرا لإعطاء دفعة قوية له، في حين أن البلاد تعيش حالة من الركود.